أشاد حزب الحرية المصري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن هذه الاستجابة تمثل انتصارا حقيقيا لحقوق الإنسان في مصر. وقال الحزب إن الرئيس السيسي يظهر دعما مستمرا للحوار الوطني في جميع مراحله، مشيرا إلى أن إحالة الرئيس التوصيات إلى الحكومة للإسراع في تنفيذها يعكس التزام القيادة السياسية بترسيخ مبادئ الحوار الوطني والتعددية في معالجة القضايا الوطنية.